كان الجنيد البغدادي من أشهر علماء مدينة بغداد، وعرف عنه العلم والثقافة والفضل العظيم. فسمع ذات يوم حديثا عن رجل يدعى بهلول يقوم بالعديد من التصرفات العجيبة، فسأل الجنيد من بهلول هذا؟ فقال له تلاميذه: بهلول هو رجل مجنون وليس له مكان معروف. فطلب الجنيد من تلاميذه أن يحضروا له بهلول هذا لأنه يريد رؤيته. فذهب التلاميذ يبحثون عن بهلول حتى وجدوه وقالوا له: إن شيخنا الجنيد يطلب رؤيتك، فتعال معنا. فرد بهلول في غرور: إن كان لشيخكم معي حاجة فليأتي هو إلي. عندما سمع التلاميذ حديث بهلول رجعوا إلى الجنيد يحكوا له ما حدث، فقال لهم إن الحق معه، وذهب بنفسه إلى رؤية بهلول. دخل عليه فألقى السلام وجلس، وبعد المقدمات قال له بهلول: من أنت؟ فقال الجنيد: أنا جنيد البغدادي، وعملي هو تربية وهداية البشر. ابتسم بهلول في سخرية قائلا: إن كنت كما تدعي فهل تعلم ما هي آداب الطعام؟ وقال الجنيد بكل ثقة: نعم أعرف بالطبع. وقال: أبدأ بذكر الله، آكل من أمامي، ألتقم الطعام قليلا قليلا، وهكذا. فنهض بهلول من مكانه في غضب قائلا: كيف تهدي الناس يا شيخ وأنت لا تعرف حتى آداب الطعام؟ فقال التلاميذ على الفور: يا شيخنا هذا الرجل مجنون. ولكن الجنيد كان يصر على أن بهلول ليس مجنون، فسار الجنيد ينادي بهلول قائلا له: إن لي معك حاجة. فقال بهلول: إن كنت لا تعلم آداب الطعام فهل تعلم آداب الكلام؟ فقال الجنيد: نعم، وهي ألا أتكلم أبدا إلا بمقدار ولا أقول شططا، وهكذا. من جديد ذهب بهلول في غضب، فناداه الجنيد مرة أخرى، فقال له بهلول: ظهر لي أنك لا تعلم شيئا عن آداب الطعام ولا آداب الكلام، فماذا تريد مني؟ صاح التلاميذ قائلين لأستاذهم الجنيد: يا شيخنا بهلول مجنون، فما تنتظر منه؟ دعه وشأنه. ولكن الجنيد لم يستمع إليهم وذهب ينادي على بهلول من جديد، فحاول بهلول الابتعاد عنه كثيرا، والجنيد مصر على الحديث معه قائلا: إن لي معك حاجة. فصاح بهلول في غضب: ليس لمن لا يعرف آداب طعامه ولا كلامه معي من حاجة. فقال الجنيد: أنا أعلم شيئا كثيرا وأهدي الناس وأرشدهم إلى الحق. فقال بهلول: هل تعلم شيئا عن آداب النوم؟ فقال الجنيد: نعم، بعد أن أتم صلاتي المغرب والعشاء والدعاء ولبسي ثوب النوم، وهكذا. فعاد بهلول يقول من جديد: حتى آداب النوم لا تعرفها. فقال الجنيد وقد نفذ صبره: أنا الجنيد البغدادي، علمني ما تعلم لما فيه رضا الله عز وجل. هنا قال بهلول: كل ما ذكرت من آداب الطعام فهو فرع، وأما الأصل في آداب الطعام هو أن يكون طعامك من حلال، فإن لقمة الحرام لا ينفع معها مئات ما ذكرت من الآداب، وهي تسود القلب. أما آداب الكلام فهي من طهارة القلب وصفاء النية، وأن يكون كلامك طلبا لرضا الله عز وجل وليس لمخلوق سواه، وأن تتجنب لغو الحديث فإنه يجر إلى الثبور والويلات يوم القيامة، ولا ينفع معه شيء مما ذكرت من آداب الكلام. وأخيرا آداب النوم التي ذكرتها كلها فرع، والأصل فيها هو أن تفرغ قلبك من حب الدنيا ومن الحقد والعداء والحسد للمسلمين، وأن تلهج بذكر الله عز وجل حتى تنام عيناك. كان الجنيد العالم يجلس أمام بهلول الذي اتهمه الجميع بالجنون، وكأنه تلميذ يتعلم من علمه. وعندما انتهى بهلول من كلامه انحنى الجنيد على يد بهلول وقبلهما تقديرا له، وقال أمام تلاميذه: لقد علمتني الحق يا بهلول، وأرجو الله أن يجزيك عني خيرا يوم الجزاء.